فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التعظيم، والمقصود بالتعظيم تعظيم الله عز وجل وتعظيم آياته، وذلك أن الله جل جلاله وهو الملك العظيم أنزل آيات في القرآن العظيم وجعل لنا آيات في الكون نتفكر فيها. فتدبر القرآن العظيم تعظيم، والتفكر في ملكوت السماوات والأرض تعظيم، لأن ذلك كله يؤول إلى تعظيم رب الكون سبحانه وتعالى. والمسلم الموقن بآيات الله حينما ينظر في واقع التاريخ الإنساني وفيما يحدث للناس وما يحدث حولهم إنما يقوده ذلك إلى تعظيم الله عز وجل. فإذا عمي عن ذلك ولم يرى آية الله عز وجل تتحقق بين ناظريه فإنه آنئذ لن يكون معظما لله سبحانه وتعالى. لقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في القرآن العظيم في غير ما صورة وفي غير ما آية من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن خلال أيامه أيام الله التي يصرفها في الخلق، ومن خلال أفعاله سبحانه وتعالى خلقا وإنشاء وتدبيرا وتقديرا، الذي يطالع آيات الله عز وجل يطالعها بمعنى يتدبرها ويسيح بفكره في ملكوتها، فإنه سيتعرف على ربه. وكل شيء يصيب الناس وجب على المسلمين فيه أن يكون طريقا إلى معرفة الله عز وجل. فإن لم يفعلوا وعميت أبصارهم وبصائرهم وتاهوا في غيهم وضلالهم رغم ما يقع بهم، فذلك هو العمى وذلك هو القول الذي يحق عليهم، نعوذ بالله من ذلك، القول الذي يحق فيقع التدمير نعوذ بالله منه، كما في قوله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حق عليها القول أي حقت عليها سنة الله في خلقه حينما يتمردون وحينما يمرقون ويصرون على العصيان والكفر ويصرون على الشرود بعيدا عن باب التوبة، فإن الله عز وجل ينزل بهم وبساحهم عقوبته من تدمير البنيات الاجتماعية وتشتيت الشمل وتمزيق النفسيات وكذلك ضرب الناس بعضهم ببعض وفتنتهم بعضهم ببعض، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا الأمر إذن يجب أن يجعلنا مستفيدين من الحياة التي نسمعها ونعيشها ونبصرها، مستفيدين منها عبرا ودروسا ترجع بنا إلى ربنا، تائبين آئبين مستغفرين عاملين. فكل حدث يحدث إن هو إلا نذير فهي نذر، وما فائدة النذر إلا أنها تشجع الضعيف الخامل الكسول على العمل. فإن لم تكن الحوادث التي تحدث بالمسلمين مركبا لهم إلى الله عز وجل وسفينة لأعمالهم تقودهم إلى بابه عز وجل تائبين عاملين موافين حدوده ومواعيده عز وجل لا يخلفونها ولا يتخلفون عنها، إذا لم يكن ذلك كذلك فإنه سيكون عليهم لا لهم. تعظيم الله عز وجل إذن توحيد له سبحانه وتعالى، فإن ما يحدث للإنسان فردا كان أو جماعة إنما يحدث بعلم الله وإنما يحدث بإذن الله، وإذا كان ذلك كذلك وهو كذلك قطعا فمعناه أن فيه خيرا للمسلمين، مهما يكون من آلام وأحزان فليس فيه إلا الخير للمسلمين في مآل المطاف ونهايته. وإنما على المؤمن أن يرجع فيه إلى الله عز وجل، والرجوع إلى الله رجوع إلى اليقين وإلى التعظيم وإلى التسبيح وفي كل ما في هذه المعاني من تفريد وتجريد وتوحيد لله الواحد القهار. معاني التعظيم لله عز وجل كما ذكرت مبثوثة في القرآن،
ومن أشهر ذلك عند الناس آية الكرسي من سورة البقرة التي فيها ما تعلمون من قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهو حي قيوم عز وجل، وقد ورد في ذلك أنه اسم الله الأعظم، حي قيوم، الحي القيوم. والقيومية كما ذكرت أكثر من مرة هي إدارة الكون كله وتدبيره، فالله عز وجل يدبر شأن الكون وأمره، سواء في ذلك ملكوت السماوات وملكوت الأرض وما فيهما وما بينهما من خلائق دقت أو كبرت، جلت أو صغرت، كل ذلك الله عز وجل محيط به، مدبر أمره وشأنه ورزقه. فالحياة إذن إنما هي من الله، والموت إذن إنما هي من الله. لا يملك الإنسان لنفسه موتا ولا حياة، وإنما ذلك من خصائص الربوبية توحيدا لأسمائه سبحانه وتعالى. ومن أدق أسرار الدنيا والكون بأجمله معنى الحياة الذي به نعظم الله عز وجل تعظيما، إذ هو سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وكفى بهذا الفعل العجيب تعظيما لله الواحد القهار. فلا يملك أحد لأحد حياة ولا موت، وإنما الذي يملك ذلك الله رب العالمين وحده سبحانه وتعالى. وبالتأمل والتدبر لمعنى الحياة تتضح بعض الأنوار من معاني التعظيم. فهذه الحياة التي نحيا بها الآن ونعيش بها نحن أنفسنا لا ندرك كنهها ولا طبيعتها، فالإنسان تراه حيا نشيطا يتحرك ويتفاعل، يتفاعل مع الحياة ومع الأحياء، وإذا به بعد لحظات لسبب ظاهر أو خفي يفقد تلك الصفة الحياة. تعددت الأسباب والموت واحد، كما قال شاعره: من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، سواء عرفت السبب لظهوره أو لم تعرفه لخفائه. فكل تلك أي الأسباب إنما هي جنود الله عز وجل المسخرة وسننه التي بها عز وجل يدبر أمر الكون، فهو قيوم. ما الفرق بين الإنسان حيا وبينه ميتا؟ هذا سر لا نعلم منه إلا آثاره، ولذلك قلت لا نستطيع أن نعرف الحياة إلا بآثارها، ولا نستطيع أن نعرف الموت إلا بآثاره أيضا. يعني كيفاش تسمي الإنسان حي أو شي حاجة حية؟ ما تستطع تعرف الحياة شنو هي، ولكن كتقول حي لأنه يأكل ويشرب أو يتكلم أو يتحرك إلى آخره، وهذا ماشي تعريف الحياة، هذه الآثار ديال الحياة. أما الحياة من حيث هو جوهر لطيف، من حيث هو معنى مستحيل إدراكه عقلا، ما يمكنش العقل البشري يفهم حياة شكون هي، مستحيل، لأن حياة الأحياء مستمدة من اسم الله الحي، فهو سبحانه وتعالى حي محي. وإذا آل بنا الأمر إلى اسماء الله الحسنى فقد آل بنا إلى ذاته عز وجل وصفاته، وليس لنا من إدراك ذلك إلا التسليم إثباتا بلا تأويل ولا تعطيل على عقيدة المسلمين الصالحين المهتدين. ولذلك فبما أننا لا نعرف الحياة فلا نستطيع أن نعرف الموت. الموت في الحقيقة أيضا معنى مجهول لا يعرفه أحد حتى يذوقه، ولذلك قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. فهنالك يدرك الإنسان شيئا من حقيقة الموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي من الحدة والدقة في النظر والمعرفة. رب العالمين إذن يحيط بالكون ويدبر أمره حياة وموتا، والكون كله محكوم بهذين. ما كاينش حاجة في الكون لما محكومش بالحياة أو بالموت، كل شيء في الأرض وفي السماء كل شيء محكوم باسم الله المحيي وباسمه المميت، ولا يستطيع أحد أن يفلت من ذلك ولا أن يكون خارج ذلك النطاق. فالله عز وجل حاكم على الكون كله، وهذا من أهم معاني الربوبية، فهو عز وجل مالك أمره كله. ولذلك كان هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، ولا ينبغي أن يعبد أحد
سواه سبحانه وتعالى. لو أدرك المسلمون بل قبل ذلك الناس كل الناس حقيقة الحياة لوحدوا الله عز وجل حق التوحيد، ولكن الناس أصابهم العمى. والمصيبة الأكبر أن قسطا كبيرا من المسلمين الذين أنزلت فيهم البصائر آيات القرآن، هذا بصائر للناس، كثير منهم وقسط منهم أيضا أصابهم العمى عن أن يشاهدوا آيات الله عز وجل في التاريخ وفي الواقع وفي حركة الإنسان في الأرض وفي الكتاب قبل ذلك وبعده. المؤمن إذن إذا عرف ربه كان أكثر توحيدا وأشد إقبالا على تأليهه عز وجل. والتأليه إنما معناه الخضوع لسلطان الله محبة ومهابة، الخضوع لسلطان الله الواحد الأوحد محبة، لأنه المنعم سبحانه وتعالى بجميع النعم خلقا وتقديرا وهداية، الخضوع لسلطان الله محبة ومهابة لأنه عز وجل يعاقب من أخلف أمره وخالف نهيه، وهو سبحانه وتعالى متحكم قاهر فوق عباده. حينما ندرك حقيقة هذه الأشياء من خلال ما نقرأ في كتاب الله وما نشاهد في واقع الناس وواقع المسلمين بصفة خاصة، كان أولى بنا أن يقودنا هذا إلى توحيد الله عز وجل حق التوحيد، وإلى أن نرجع إليه وحده دون سواه، وإلى أن نسقط من مواجدنا وقلوبنا كل الأصنام وكل الأوثان التي تعبد اليوم من دون الله، وهي كثير، سواء تجلت في أشكال بشرية أو في أشكال مالية أو في أشكال أعراف وتقاليد وخرافات أربكت حياة المسلمين وأضاعت خطوهم عن أن يتخذوا الصراط المستقيم منهجا ومسلكا إلى الله عز وجل. القرآن واضح، واضح في أن تعظيم الله عز وجل غاية الغايات. الله لا إله إلا هو، قال الحي القيوم. تأملوا لما قال الله لا إله إلا هو، يعني الله رب الكون الملك العظيم الخالق لا إله إلا هو، لا يجوز أن يعبد بحق سواه سبحانه وتعالى، وهو كذلك، أي أنه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وأن كل عبادة توجه ويتوجه بها إلى غيره هي باطل، وأنه الملك الجبار الواحد القهار مالك الملك سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، قال الحي القيوم. ألم يكن ممكنا أن تأتي صفة أخرى أو اسم آخر من اسماء الله الحسنى؟ بلى، يعني ممكن، من حيث أن الله عز وجل له الاسماء الحسنى الرحمن الرحيم، ولكن قال الحي القيوم لأنه عز وجل بمقتضى كونه حيا قيوما أحيا كل ذي حياة وقام على أمره خلقا وتقديرا وتدبيرا ورزقا وهداية كل شيء في الكون في السماوات وفي الأراضين، فكان بذلك أحق أن يوحد وأجدر أن لا يزيغ المسلمون عن هذه الحقيقة الله لا إله إلا هو. فهو يذكرنا سبحانه وتعالى باسمه الأعظم المحيط بكل الكون الحي القيوم، محيط بكل الكون من حيث أنه يحيي كل ذي حياة، ما كاينش واحد من الشجر أو الحجر أو الإنسان أو الحشر أو أي مخلوق في الأرض أو في السماء في حياة جبهة من شي جهة أخرى من غير مصدر الحياة الحي الواحد سبحانه وتعالى. فما من حياة في ذي حياة إلا وهي قبس من اسمه الحي المحيي سبحانه وتعالى. والحياة في ذوي الحياة من الأحياء عارية، حياة كيعطيها الله عز وجل للحيين، ذوي الحياة من الأحياء يعطيهم الحياة عارية، عارية سلف يعطيها لك واحد لمدة معينة وعاود يأخذها، سواء كان هذا الحي نباتا أو إنسانا أو حيوانا أو حشرة أو ملاكا أو جنا أو ما كان فيه الحياة راه عايش بها لمدة معينة مسلفة. كل من عليها فان، كل من عليها فان. فإذا هذا الفناء المقضي به على كل حي دال على أن هذه اللطيفة، على أن هذا السر
الذي أودع في كل حي إنما هو عارية ولا يملكه إلى الأبد، بل لا يملكه أصلا. إن الملكية الحقيقية تقتضي حيازة كاملة وتامة كما في الفقه، ولكن ملكية الإنسان الحياة مجازية. أما المالك للحياة حقا وحقيقة إنما هو رب الحياة الحي سبحانه وتعالى. فهذا الاسم فعلا هو من أعظم أسماء الله الحسنى، وكونه عز وجل القيوم فذلك أيضا من عظائم صفاته ومن أعلاها. قيوم ما ترفد الهم لأي حاجة كي غادي يوقع لها وكي غادي يدير أبدا، من حيث التدبير والتسيير للكون وللحوادث في الأرض وفي السماء، فكل ذلك آئل إلى اسمه عز وجل القيوم. فالمؤمن إذن يفوض كل أمره إلى قيومية القيوم، أي إلى الله عز وجل من حيث هو قيوم، وتعيش مرتاح البال، تأخذ بالأسباب التي كلفت بها، وهمها وغمها ما كلفت بحمله، وإنما عليك أن ترضى بما قدر الله لك وبما قدر عليك، وتكون في ذلك من الموقنين. وكونه سبحانه وتعالى الحي القيوم هو كذلك في ملكه كله شامل جامع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فقيوميته سبحانه وتعالى شاملة جامعة، ما كاينش لحظة تغيب فيها، حاشا لله أبدا. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي هذيك الغمضة، الإنسان كيكون جالس متعب يدخل النعاس، مرة مرة كي يغيب واحد ثانية ويعاود يفيق. لو أنك صايق شي سيارة لا قدر الله جاتك سينا، كتحس بواحد الفزع من اللي كتفيق، أنك تكون على محط الخطر. شحال من واحد سأل الله العافية بسينة واحدة كانت مصيره النهائي في حادثة سير نعوذ بالله من الحوادث، يعني بحيث أنه ثانية خطفة واحدة ديال النعاس تقدر تخرب حياة. فلو وكل إليك أيها الإنسان تسير شيئين من الكون وأخذتك سينة، فمعنى ذلك أنك ستدع ذلك الشيء يصطدم ويخرج عن ناموسه وسنته التي جعلها الله عليه. هذا على سبيل الفرض ولا مشاحة في الأمثال. لا تأخذه سنة ولا نوم. والنوم معروف، يعني الإنسان ينام ويدخل في سبات تهو ناس مشاع، فلا هذه ولا تلك، لأن الله موصوف بصفات الكمال جل وعلا، ولا ينام إلا الضعيف الذي يحتاج إلى راحة. ولقد ضلت يهود حينما زعمت أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في السابع، وما مسنا من لغوب. اللغوب التعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فكان عز وجل يرد على يهود الكذبة الفجرة الذين نسبوا لله عز وجل أسوأ الصفات التي لا ينسبونها لأنفسهم، وذلك كان من أسباب غضبه عز وجل، نعوذ به من غضبه عليهم ولعنهم إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى له الكمال وله الجلال في الأسماء وفي الصفات. إذن ما يحدث للناس مما نشهد ونسمع ليس معناه أنه انفلات عن التسيير الرباني العظيم للكون، قطعا لا. لا تأخذه سنة ولا نوم، فكل ما يقع يقع، إنما يقع ضمن اسمه الحي القيوم وضمن كونه لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن النتيجة أن كل ما يحدث إن الله عز وجل يرتب به أمرا، لأنه سبحانه وتعالى لا يلعب، تعالى سبحانه وتعالى عن العبث واللعب واللهو. كل شيء وقع للمسلمين مما وقع ويقع في فلسطين أو في أفغانستان أو في البوسنة أو أي في مكان، فهو سبحانه وتعالى يرتب للناس وللمسلمين أمرا، كيوجد شي حاجة، كيهيئ شي حاجة للناس، أمور ليست عادية تماما. وقد وردت بشائر ونذر في كتاب الله وفي سنة رسول الله مما خرجه العلماء من أحاديث الفتن في الكتب الصحاح وكتب السنن من الأعاجيب والغرائب. فهو سبحانه وتعالى إذن ملك السماء وملك الأرض، له سلطان السماء وله سلطان الأرض، ف
فيجب إذن أن ترى من خلال كل وقائع التاريخ الذي يقع اليوم أن الأحداث اللي توقع اليوم هي تاريخ المستقبل، يعني من بعد الناس غيسميوها تاريخ. وجب أن ترى من خلال كل ذلك أفعال الله عز وجل من حيث القيومية ومن حيث التقدير لذوي الحياة والأحياء، ومن حيث طبيعة التدافع الذي حدث الله عز وجل عنه في القرآن العظيم: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذا شيء عجيب، فبمثل هذا يصلح الله الأرض. وقد رأينا وشاهدنا في التاريخ المعاصر الحي الموجود الآن أن بعض الشعوب الإسلامية، ولا تهمنا الأسماء، فسقت عن أمر ربها، فحق عليها القول، فسلط الله عليها أعداءها. فكان إذن أن جعل عز وجل ذلك سببا لتوبة كثير من المسلمين وأوبتهم إلى الله. في أوروبا الشرقية حيث كان كثير من الشعوب مسلمة في التاريخ، البوسنيين، الألبانيين، الكوسوفيين إلى آخره، في ظروف معينة في التاريخ المعاصر القريب فقد أغلب الناس إسلامهم مع الأسف، ولم يبقى لهم منه إلا الأسماء: هذا محمد، وهذا علي، وهذه فاطمة، وهذا أحمد، وهذا عمر. فصارت المرأة مع الأسف المسلمة تتزوج صربيا، هذا واقع يعني. ولقد سافرت إلى بعض البلاد، يعني في تركيا كاين أحياء لبوسنيين لا يعرفون من الإسلام إلا انتماءاتهم التاريخية، ضلالات عجيبة. بعضهم مثلا يصوم رمضان ويفطر على خمر، غريب. وكثير منهم لا يعرفون. ذابت الهوية الإسلامية، وذابت الشخصية الإسلامية، ذابت في التمازج مع العدو والاندماج فيه. هذا الذي يراد للمسلمين اليوم بما يسمى بالعولمة. هذا الشيء اللي يسميه العولمة شنو هو؟ هو تهويد العالم، يرده يهودي العالم، تهويد العالم، عولمة خلال الاقتصاد، الثقافة، الإعلام إلى آخره. ما الحبل الذي نعتصم به؟ العقيدة، تعظيم الله عز وجل أنه الحي القيوم. وإنما العقيدة تؤخذ من نصوص الكتاب تواترا، ومن نصوص السنة تفسيرا وبيانا. نرتبط ارتباط وثيق بكتاب الله عز وجل. ولذلك قال عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب. يمسكون، تمسيك فيه دلالة على أخذ بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهذا التمسيك فيه دلالة زائدة على الأخذ بقوة، لأن الأخذ بقوة فيه طلب عزيمة، يعني طلب العزائم في تطبيق الكتاب. أما التمسيك فإضافة إلى ذلك، يعني العزائم في تطبيق الكتاب فيه معنى آخر مأخوذ من مفهوم المخالفة، وهي قاعدة في علم أصول الفقه معروفة، يعني تمسيكك بالكتاب دال على أن هناك من يريد أن ينتزعه منك. هل لك تصور شي واحد شد لك الكتاب، يعني القرآن، من يدك يجبد، طلب منك أن تمسك به، تخليش يقلعون. وليس هو طبعا المصحف من حيث هو أوراق وطباعة، طبعا لا، ولكن الله عز وجل إذا عبر بالكتاب في الكتاب فإنما يعبر بذلك عن القرآن من حيث هو قرآن، كلام الله عز وجل الذي نقرأه ونعبده عز وجل به، ونقيم حدوده في أنفسنا وفيما حولنا، ولن ترك العدو ينزعه منا وينزع مصطلحاته وألفاظه من حياتنا. تبعنا حيدوا هذه اللفظة، قلعوا هذه الآية، فسروها بهذا المعنى. الناس مثلا اليوم كثير مع الأسف الشديد، ومنهم ما يسمون، يعني وما فعلا ما دل على غير العاقل، ما يسمون، وما نديرش من، ما يسمون بالمثقفين، يحاربوا استعمال لفظة الجهاد مثلا. ما عندنا ما ندير لهم، هي لفظة في كتاب الله، هزونا ولا هزوها، كيف نفعل؟ ألفاظ القرآن بها نحيا، إن أضعناها أضعنا حياتنا كلها. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عجيب: كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بمن أمسك به منكم. وفي رواية: إن هذا القرآن سبب، سبب أي حبل. وقد خرج عليه الصلاة والسلام على المسلمين في المسجد وقال لهم: أبشروا أبشروا
أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن هذا القرآن سبب حبل، شدوا فيه، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بمن أمسك به منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح الإسناد. ما دام المسلمون يأخذون بهذا الحبل ويمسكون به، هذا التهويد الآن الذي يجري في العالم يقصدون من خلاله قطع الصلة بين المسلمين وبين ربهم، وإدخال خرافات الإسرائيلية في إدمغتنا، والأخلاق اليهودية في حياتنا. كثير من خراب المسلمين اليوم في أخلاقهم وفي نسائهم أصوله أخلاق اليهود، أخلاق اليهود. بل النصارى أنفسهم أوروبا يكهم كفار، مفسدهم في الأخلاق ديالهم غير اليهود، وهذا معروف في التاريخ الأوروبي وتاريخ الأدب الأوروبية. ما أفسد أخلاق النصارى، وهذا أمر عجيب، إلا اليهود. يعني قبل قرنين من الزمان، غير البارح، يعني قرنين في تاريخ البشرية، ماشي شي حاجة، كانت المرأة الفرنسية كدير الخرقة في راسها، كانت شي معرية، والأسرة أسرة، والزواج زواج. الآن صاروا مثل الكلاب بفعل اليهود، اليهود الذين نشروا ثقافة الفساد والشذوذ والخراب، هم جرثومة العالم البشري، الميكروب ديال بنادم، السوسة ديال المجتمعات، هم اليهود. وهذا قديم، والعجيب أنه مبين في كتاب الله، النقطة على النقطة، مبين في كتاب الله عز وجل. سورة البقرة مفصلة في أخلاق اليهود. يكفي أن تعرف من أخلاقهم أنهم قتلوا الأنبياء، وأنهم استهزأوا برسل الله الذين آمنوا بهم. يعني إذا لم يؤمنوا قتلوا، إذا ما آمنوا بالرسول قتلوا، كما قتلوا يحيى وقتلوا زكريا، وإذا آمنوا سخروا من رسوله، كما سخروا مرات من موسى عليه السلام، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. ومثل هذا كثير. كل ما يحدث إذن يجب أن يزيدنا يقينا بكتاب الله وتعظيما لربنا سبحانه وتعالى. هذه آيات، هذه آيات بصائر كيشوف الإنسان بعينه، غير اللي ما بغاش. اليقين، اليقين الحق في كتاب الله عز وجل الذي تتحرك آياته الآن تاريخا بشريا. إذن العودة إلى التوحيد وإلى تعظيم الله عز وجل باب من أبواب الدين، وحصن من حصون الإسلام الكبرى. ولذلك لم يفتأ القرآن ولم يزل الإسلام 13 سنة بمكة قبل الهجرة يربي الناس على التوحيد عقيدة وعلى الصلاة عملا. سبحان الله العظيم، يعني 13 سنة، ومحمد عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ربه ويعمل بمقتضى أمره ونهيه، وخلاصة ذلك كله توحيد الله والصلوات. يعني كل ذلك دال على أن المؤمن يجب أن يجذر اليقين في قلبه عقيدة. نتعلمه، اليقين يكتسب، يكتسب طبعا هو إحساس وشعور، ولكن كيف يكتسب الإحساس؟ يكتسب باكتساب أسبابه. فالآيات إذن التي هي ناطقة في كتاب الله عز وجل حينما تراها ناطقة في حياة الناس، فإنما ذلك سبب كما ذكرت من أسباب اليقين، وسبب من أسباب التعظيم. وهذا يقودنا إلى أمر آخر نختم به كلامنا هذا، وهو أنه على المسلم إذن أن يوقن بالآيات والنظر التي لم تقع بعد مما نطق به القرآن العظيم، يأخذه المسلم حقيقة لا مجازا، وتواتر في السنة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام، من مثل ظهور الدابة أو خروج دابة مثلا، وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة حدث عنها القرآن وفصلت فيها السنة النبوية. هذا مثال من النظر التي يجب على المسلمين أن يعتقدوا بها وبخروجها. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، دابة كما ورد في الحديث الصحيح تسم الناس على خراطيمهم، تسم الناس على خراطيمهم، يعني أنها تعلم الكافر علامة على منخره، تضع عليه علامة
على منخره. وقال عليه الصلاة والسلام: ويعمرون فيكم، يعني هؤلاء الناس الذين تسمهم الدابة على خراطمهم، حتى يشتري الرجل منكم الدابة فيقال له: ممن اشتريتها؟ فيقول: من الرجل المخطم. والأحاديث في هذا متواترة المعنى، وهذا الذي ذكرته هو في مسند أحمد بن حنبل وهو صحيح الإسناد. عجيب إن الله عز وجل يخرج دابة من الأرض، من مكان ما في الأرض، وكثير من الرواية تقول من مكة تخرج، وهي من علامات الساعة. وفي حديث آخر صحيح أنها تسبق أو تسبق بشروق الشمس من غروبها أو من مغربها، يعني شروق الشمس من مغربها، إما أنه يسبق ظهور الدابة أو أن الدابة تسبقه، كما في الحديث يعني: إذا ظهرت هذه فانتظر تلك، وإذا ظهرت تلك فانتظر هذه. وكلما ظهرت واحدة من هذه النظر الكبرى امتنع آنئذ إيمان الكافر، ما بقي الوقت فشي أمان كافر. وتصل الدابة إلى الرجل الكافر يسلم ويصلي فتنطق في وجهه، تقول له: الآن تصلي وقد كفرت وفعلت وفعلت، تكلمهم. بعض الناس يستصعبوا هذا الأمر، مع الأسف حتى بعض الناس اللي يقولوا يقولوا بأن هذا الكلام ليس كلام حقيقة. لا أبدا، يجب أن تؤخذ عبارة القرآن على حقيقتها، إلا ما دل الدليل على أنه ليس على حقيقته. تكلمهم تكلمهم، ماذا يعجز الله عز وجل أن ينطق دابة أو أن ينطق حجرا؟ وسينطق الحجر والشجر كما في الحديث، وقد بكى الجذع كما في صحيح البخاري، جذع جذع النخلة الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بكى وناح عندما فارقه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر. ومثل هذا كثير، هذه الدابة تكلم الناس: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي حفص: أن الناس، وهذه تفسر تلك قراءات، وحدك تفسر الأخرى، تكلمهم أن الناس، أي ماذا تقول لهم؟ تقول لهم: أيها الناس، لقد كنتم لا تؤمنون بالقرآن بآيات الله، ولا تؤمنون بآيات الله التي كانت تقع في المكان الفلاني والزمن الفلاني والمكان الفلاني، وتفسرون ذلك تفسيرا ماديا. فها أنا ذا الآن آية من آيات الله ناطقة أفضحكم وتفضح كل شخص في نفسه، أنت كافر وأنت مسلم، وهكذا تعرف الناس بإيمانهم وكفرهم. ولا تحين مناص آنئذ، ولا تحين مندم ولا مفر آنئذ. هذه ماشي حديث نقوله ودي، يعني واخا صحيح عنده يكون فيه ظن، والظن يلحق خبر الأحد، هذا قرآن، هذا قرآن. وبالمناسبة هذا من الأحاديث المتواترة، الذين عدوا الأحاديث المتواترة قالوا: حديث الدابة حديث متواتر، يعني مقطوع به سندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصف هذه الدابة التي تسم الناس، كتعلم الناس، كتطبع الناس على وجههم وعلى مناخرهم، تطبع الكافرة بعلامة فيظهر لكل الناس أنه كافر. المقصود من هذا أن الإنسان إذا لم يؤمن بآيات الله عز وجل المتحققة الآن من النذر الصغرى، فإنه لا يؤمن عليه أن يكفر وأن يخرج عن الحق وعن الصواب إذا ما فتن بآيات الله عز وجل الكبرى. المسلم يعاقب على عدم الإيمان وعدم اليقين حينما تظهر آيات الله التي تدل على هذا اليقين، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. مشكلتهم أنهم كانوا يشكون لا يوقنون، يجب أن تقطع بكل خبر ورد في كتاب الله قطعا. ومن ذلك تدبير ما يقع الآن للناس في فلسطين وفي غير فلسطين قطعا، بأن في ذلك ترتيبا ما وحكمة ما يهيئ الله بها أمر الناس وأمر الإسلام وأمر المسلمين. وفي ذلك قلت ما فيه من تعظيم الله عز وجل. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.